أكثر من 40 سنة وبآلة خياطة واحدة، تجتهد تسعديد في تجسيد مشروعها على أرض الواقع رفقة شقيقتها. خياطة الملابس التقليدية بكل أنواعها، خاصة تلك المتعلقة بالزي الأمازيغي، تزامناً والاحتفال برأس السنة الأمازيغية أو ما يعرف عند الجزائريين بيناير. أنا قبيلية ثانياً يعني هذه نحبها، قلت لكم لي كنت صغيرة وتعجبني شلون نتفنن فيها. لي كنت صغيرة كنت نحب هذا المشروع تاع الكابيل، كنت نشوف في البلاد، كنت نشوف وحدات تخدمهم لا باتفون كانت تفصلهم وتخيطهم، كنت ننتبه هكذا نشوف ليها، كنت الأحلام تاعي كنت حابة نخدمهم. بشوية بشوية درت ستاج تاع خياطة هكا باش نقدر نفصل لي توسا، درت دوزون هكذايا وبعد بديت نتم المشروع تاعي بالعقل بالعقل بالعقل. الحمد لله دوكا بشوية راني نخدم خير من اللي كنت. دوكا يعني جزائريين كامل راهم يحتفلوا بي، يعني من وهران قسنطينة معنابة راني نشوف كاعيتيك، ماشي يعني خصوصا تيزي بزو كومونديو دي غوب افون، وكاين من السمانة الأخرانية ومازالهم يعني يديروا لي دوموند يعني باش يخيطوا. بديكورات أمازيغية ولمسة عصرية تبدع شقيقتها في تزيين القاعدة العائلية بكل ما يمت بصلة لهذا الموروث، بالرغم ما طرأ عليها من مظاهر العصرنة. أنا وأختي، أختي في الخياطة وأنا في الديكوراسيون. توج لا سيمان تاع يناير فيها بزاف خدمة، فيها لي دومو الكوموند بزاف، فيها بزاف الناس ولا تقول لنا بلي واش تحب كل حاجه تاع الامازيغ، كل حاجه تاع الامازيغ هما يدومونديو لنا بزاف. طبوقات نخدم، المخايد نخدم، لي الشمع تسمى ديكوراسيون غايتيك. هذا وتسعى الشقيقتان في تحقيق حلمهما في فتح ورشات لتعليم البنات فن الخياطه لحفظ هذا الموروث من الاندثار.